نرصد الآن مباشرة إطلاق صواريخ، رشقات صواريخ صوب المستوطنات الإسرائيلية، وهذه لم تتوقف منذ 10 دقائق. بدأت بعد استهداف منزل سكني في حي تل الهوى إلى الجنوب من مدينة غزة، أطلقت رشقات من الصواريخ. تنامى إلينا أنباء غير مؤكدة عن وجود شهداء في صفوف عناصر المقاومة، لكن حتى اللحظة لم تؤكد المقاومة الفلسطينية تحديدا كتائب القسام هذا النبأ إثر استهداف واحد من المواقع التي يتواجد فيها هؤلاء العناصر أو القيادات الميدانية للمقاومة الفلسطينية. لكن بعد ذلك كان هناك كما شاهدنا رشقات صاروخية باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة والقسام، وكذلك الغرفة المشتركة للفصائل فصائل المقاومة الفلسطينية تتحدث عن أكثر من 300 قذيفة وصاروخ أطلقت حتى ساعات المساء، أضيف إليها ما تم إطلاقه إلى صوب تل أبيب، ونحن نتحدث عن أكثر من 500 قذيفة وصاروخ. إحصائية الشهداء حتى هذه اللحظة 35، بالإضافة إلى أكثر من 200 مصاب. الوضع حتى هذه اللحظة لم تتوقف الغارات الإسرائيلية، هناك قصف لمجمع أو مبنى لجمعية خيرية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى استهداف كان في منطقة حي التفاح إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة. أيضا الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت المدافع أو مدفعيتها، وأطلقت البوارج الإسرائيلية أطلقت نيرانها صوب مناطق حي السودانية إلى الشمال الغربي من مدينة غزة. بالتالي حالة من التوتر التصعيد مستمرة، سواء بإطلاق رشقات من الصواريخ التي أطلقتها وتطلقها المقاومة الفلسطينية، وما سبقها من غارات إسرائيلية استهدفت منازل مدنيين، وكما شاهدنا في الصور قبل قليل بوصول عدد من المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي، وكذلك بعضهم كان في حالة الخطر ثم أعلن عن استشهاده كما فهمنا من مدير الاستقبال والطوارئ هنا في مجمع الشفاء الطبي. ودعيني أذكر بأن كتائب القسام قالت إنها قصفت حقل صهاريج كاتسا جنوب عسقلان ب20 صاروخ من طراز Q20، وقالت إنه هناك نيران تشتعل في المكان، كما ذكرت في بلاغ قبل قليل بأنه الاحتلال اعترف بمقتل 2 من مغتصبيه على حد وصف القسام وإصابة آخرين، وكانت تحدثت بالتفصيل عن أن الضربة الكبيرة التي ضربت الصواريخ التي أطلقت كانت باتجاه مدينة تل أبيب ومطار بن غوريون، وقالت إنها استخدمت فيها صواريخ لأول مرة يعني منذ هذه الجولة من التصعيد، وأول مرة تدخل يعني التنفيذ وإلى الخدمة تدخل هذه الصواريخ بالنسبة لكتائب القسام. طيب. طبعا الغائب في هذه اللحظة، وهذا ما قد يسأل عنه البعض، الغائب في هذه اللحظة هو الحديث عن التوصل إلى وقف إطلاق النار. كان في السابق قبل هذه الأجواء من قصف تل أبيب وما سبقها من قصف منازل وأبراج سكنية، كان هناك حديث عن وسطات، لكن إسماعيل هنية تحدث عن أنه هذه الوسطات لم تصل إلى نتيجة، وبعد ذلك ترجمت هذه الجملة إلى أجواء التصعيد التي نحن نعيشها الآن هنا في قطاع غزة، بعد كل غارة ورشقة تقريبا تماما لم تستقر. نعم.